انا مش عارف ليه مهندسين الصوت بيقولوا ما نستخدمش الزرار بتاع السولو. طب وهنركز ونسمع التفاصيل ازاي؟ حاجه غريبه صح. طيب تعالى في الفيديو ده واقول لك احنا ليه بنقول ما تعملش ماكس كتير وانت عامل سولو، واوريك حاله عمليه لحاجات مش هتلاقيها في اي قنوات تانية. يلا بينا. تعالى اسمع معايا كده الماكس دوت وهو خلصان، وبعد ما تسمع هسالك سؤال. تعالى نسمع الاول الفور بار اللي انا معلم عليهم دول. اوكي سمعتهم، شفت الفايب، اغنيه مرسوم. طيب جميل، ليه بقى بنقولك ما تشتغلش في السولو؟ تعالى كده نشوف لو احنا عملنا سولو على صوت الكيك هنلاقي صوتها عامل ازاي لوحدها. طيب اسمع كيك تاني مع الاغنيه. ايه اللي حصل؟ مع ان المفروض يعني احنا ما سمعناهاش كده مع بقيه المحتوى اللي احنا بنقول عليه كمهندسين صوت محترفين كونتكست. اللي حصل ان في حاجات في الدرامز وفي حاجات في لعب لاين البيز خلت صوت الكيك بقى مختلف لما سمعتها مع الاغنيه كلها على بعضها. لذلك هتلاقي كتير جدا من مهندسين الصوت واللي منهم انا بقول لك قسم الاغنيه على جروبس. يعني انت عايز تبدا تعمل ميكسنج وتطلع صوت تراك كويس وصوت متماسك، على الاقل اعمل سولو على الدرامز والبيز ومكسجهم كلهم على بعضهم. ما تعملش سولو على الكيك لوحدها وتقعد EQ كومبريشن ساتوريشن سايد شيم على البيز مش عارف ايه. مره واحده لما تخلص الميكس وتفتح وتسمع مع بقيه التركات تلاقي ان النتيجه اللي طالعه وحشه جدا ومختلفه. ونصيحه تانية للموزعين، لما تيجي توزع وزع باي ماتيريال تديك التكنيكس. بعد ما تخلص اقعد اختار الماتيريال وانت عندك شكل الاغنيه كلها، لان زي ما انت سمعت صوت الكيك لوحدها حاجه وصوتها مع الاغنيه كلها وبعد الميكس حاجه تانية خالص. فارجوكم زرار السولو دوت انا بشوفه عدو كبير جدا، بيدمر الميكسات بتاعتكو ويضيع الوحده ان الحاجات تبقى ماسكه كلها مع بعضها، ومش هيفيدكو قد ما هيضركو. لان انتوا كمان لو في البدايه ودنكم مش هيكون فيها مخزون سمعي يخليكم تطلعوا نتيجه حلوه وانتوا بتعملوا ميكس في السولو. لو عجبتك الحلقه ديت اديها لايك واشترك في القناه. اشوفكم في نصيحه جديده. سلام.